العالم، وخد كل الارقام اللي كيكونوا في الدوري السعودي. فكيقول لك احنا بغينا عبد الرزاق حمد الله يكون متالق مع المنتخب. اكيد حمد الله متالق في كل الدوريات، لعب في الصين، في المغرب مشى كهداف البطوله، الصين هداف الصين، قطر، الامارات، النرويج. حمد الله دائما كيبقى لاعب كبير، لاعب محترم، تمنوا له كل الخير. الرقم ديال 100 هدف 100 هدف 101 مقابله، يعني بحال كل مقابله كيماركي بيت، الا مقابله ما ماركاش فيها، راه ماشي سهل باش يوصل لهذا الرقم، وبالاخص في الدوري السعودي. اليوم مجموعه من الناس ومجموعه من المغاربه غيروا رايهم، هذوك اللي كانوا كيقولوا لك الدوري السعودي ضعيف، غيروا رايهم اللي شافوا الهلال السعودي اجدار في فلامينغو، غيروا رايهم بان الدوري السعودي يعتبر واحد من الدوريات الصعب. لاعبين كيجيو باموال باهظه، لاعبين متمرسين، اسماء وازنه في عالم كره القدم. ها انت شتي كريستيانو، حمد الله، مجموعه من اللاعبين اللي مع الهلال، مع النصر، مع الاتحاد. على كل حال الدوري السعودي كيبقى من اقوى الدوريات، الخليجيه بالفعل. فنتمنى التوفيق لحمد الله، ولدنا ولد مدينه اسفي اللي نفتخر به.